بعد انتهاء الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم للتصويت على طلبات طرح الثقة بالأخ الوزير والأخ وزير النفط والأخت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أبارك للوزيرين تجديد الثقة بهما. الأخ وزير النفط وصل عدد مؤيدي طلب طرح الثقة إلى 11، الأخت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وصل عدد مؤيدي طلب طرح الثقة إلى 12، وبلا شك هذا تجديد ثقة كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على تحمل مسؤولياتهم. أشكر أختي وأخواني نواب مجلس الأمة على تعاونهم، وأشكرهم أيضا، أشكر الأخوة الأفاضل المستجوبين على تعاونهم حقيقة وعلى طرحهم.